انا اسمي عمر عبد القادر من مصر، وعملت جينيس ريكورد في اكتر عدد ماسل ابس في ساعه. حوالي 6 سنين او 7 سنين حصل لي زي نقطه تغيير كده هو في حياتي، ان انا حصل لي هجوم من سمك قرش، وبسبب الهجوم ده حصل لي بتر في رجلي الشمال فوق الركبه. بس دي حاجه من بعدها يعني كانت زي ما بتقول نقطه تحول. كان الموضوع في الاول كان صعب، كان الموضوع كان فيه طبعا جزء منتل زي ما بيقولوا، تشالنج كبير ان انا اطلع من حته زي كده، ازاي ان انا اطلع من مود الاكتئاب، ازاي ان انا اطلع ارجع امارس رياضه تاني. دي كانت حاجه صعبه جدا في الاول، بس كانت بالنسبه لي نقطه تحول ان انا فعلا اعرف ازاي صحتي النفسيه اعرف ان هي احسن منها عن طريق الرياضه. انا بصريح معاك، ما كنتش احلم ابدا ان انا اوصل للرقم اللي انا وصلت له. يعني كان تفكيري ان انا قلت ايه لو عملت 120 ولا 105 بقى كده حلو جدا. بس الحمد لله يوم الاتمت نفسها ويوم المحاوله والتشجيع من الناس والدعم عرفت اوصل ل 161 عده في الساعه.